أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، زين قلوب أوليائه بذكره، وطهر أفئدتهم من المعاصي بكثرة تسبيحهم وتهليلهم وتحميدهم لعظمته، وجازى عباده عن ذكره بذكرهم، فرغبهم في السؤال والدعاء بأمره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وموجهنا وأسوتنا وقدوتنا ومرشدنا محمد رسول الله كان يذكر الله في جميع أحواله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس الحديثية لقراءة كتاب الأذكار للإمام النووي. وبأسانيد مشايخنا إلى الإمام النووي قال: باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. قال: روينا في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب
فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فسكت القوم، فقال: ايتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. قال: وروينا في كتابي ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين وضده باليسار. قال: روينا في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد ابن يزيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي. وفي الباب أحاديث كثيرة، والله أعلم. باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما. قال: روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات
بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. باب ما يقول حال خروجه من بيته. روينا عن أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هكذا في رواية أبي داود: أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. وفي رواية الترمذي: أعوذ بك من أن نزل، وكذا وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك. وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرناه، والله أعلم. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. قال الإمام الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. قال: وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال: بسم الله، التكلان على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. باب ما يقول إذا دخل بيته. يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم، سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه واسمه الحارث، وقيل عبيد، وقيل كعب، وقيل عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج
بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. لم يضعفه أبو داود. وروينا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه صدي بن عجلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن، أي صاحب تمر ولبن، فمعناه أنه في رعاية الله تعالى. وما أجزل هذه العطية، اللهم ارزقنا إياها. قال: وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله، إذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار. إسناده ضعيف. قال: وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته. يستحب له إذا استيقظ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر السورة. قال الإمام النووي: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله إلا النظر إلى السماء، فهو في صحيح البخاري دون مسلم. سبحان الله. قال: وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد
لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، الخبث والخبث، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. قال: وروينا في غير الصحيحين بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وروينا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه الترمذي، وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. قال أصحابنا: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء. وقال أصحابنا: يستحب أن يقول أولاً بسم الله ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، حتى قال أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. قال: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال:
إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيح. باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا: يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث المهاجر المذكورين في الباب قبله. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. يقول غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وروى النسائي وابن ماجه باقيه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني هذا، ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. وبعد، نتابع هذا المجلس الثاني من مجالس الحديث النبوي التي يقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، جزاهم الله خيراً على هذا العمل المبارك وهذا الكتاب الثاني لهذه الكتب التي تقرأ في مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان، وقد أولاه علماء الإسلام منزلة عالية وشرحوه كما شرحه الشيخ محمد الصديق ابن علان في 8 مجلدات. والحافظ ابن حجر العسقلاني خرج أحاديثه في أمالي لم تكتمل، وأتى بعده أيضا الحافظ السخاوي وعامل مجالس للإملاء في تخريج أحاديث الأذكار، أيضا لم يكتمل هذا الكتاب. نواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه. قال: يستحب أن يقول بسم الله لما قدمناه. قال: باب ما يقول على وضوئه: يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفى. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها، ووضوءه صحيح سواء تركها عمداً أو سهواً. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً. فمن الأحاديث، يعني الأحاديث الضعيفة التي ضعفها العلماء، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وغيره.
قال: ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم، رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره. فصل. قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدًا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. قال: ورواه الترمذي وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وروى: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره النسائي في اليوم والليلة، وغيره بإسناد ضعيف. قال: وروينا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين. إسناده ضعيف. طبعا القاعدة عند الإمام النووي يعني يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والذكر والمواعظ والترغيب والترهيب، فلا غرو أن يورد هذه الأحاديث الضعيفة لأنها في فضائل الأعمال. قال: وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. إسناده ضعيف. وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف. قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويضم إليه وسلم. قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة، ويكون عقب الفراغ. فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها. فالمتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك، ويقول عند غسل الوجه:
اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرِّم شعري وبشري على النار، وأظلَّني تحت عرشك يوم لا ظلَّ إلا ظلُّك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبِّت قدمي على الصراط، والله أعلم. طبعًا هذا ليس حديث، هذه الأذكار مأسورة عن السلف، هو نفى أن يصح فيها شيء بدايةً. وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني وهو تلميذه الذي روى عنه السنن، قال: روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركنا من شيء؟ قال: وترجم ابن السني لهذا الحديث بباب: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. باب ما يقول على اغتساله: يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنباً أو حائضاً لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن. باب ما يقول على تيممه: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنباً أو حائضاً فعلى ما ذكرنا في اغتساله، وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أرى فيه شيئاً لأصحابنا ولا غيرهم. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد: قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن يعني للصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه آشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. حديث ضعيف. أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطية أيضا ضعيف، حتى قال أهل العلم بنو عطية جميعهم ضعفاء في الحديث، بنو عطية كلهم ضعفاء. باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله، ويقدِّم رجله اليمنى في الدخول، ويقدِّم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعزني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والعاصي بإثبات الياء أفصح من حذفها، يعني كلاهما صحيح، العاص والعاصي، لكن الأفصح والأشهر إثباتها. روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. اليعسوب ذكر النحل، وقيل أميرها. باب ما يقول في المسجد. يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية
قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا، يعني عند الشافعية، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة. بل قال بعض أصحابنا: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارًا ولم يمكث. فينبغي للمار أيضًا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورًا به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانةً له وإعظامًا وإجلالًا واحترامًا. قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدثٍ وإما لشغلٍ أو نحوه، يستحب له أن يقول 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به. باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا: فضَّ الله فاك 3 مرات. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. ويواصل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد.
فمع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، واستكمالاً لما بدأه مشايخنا الكرام وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى إلى الإمام النووي رحمه الله، قال: باب فضيلة الأذان. قال: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي يقترعوا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. والأحاديث في فضله كثيرة. واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة أيهما أفضل على أربعة أوجه. الأصح أن الأذان أفضل، والثاني الإمامة، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. باب صفة الأذان. اعلم أن ألفاظه مشهورة، والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والتثويب أيضا مسنون عندنا، يعني عند الشافعية، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة. واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل، ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة ولا الكافر، ويصح أذان الصبي المميز. وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما ولا خلافا، لا يصح أذانه، لأن أوله كان قبل الحكم بإسلام. وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها. باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فصل. واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فتركه أهل بلد أو محلة قوتلوا على تركه،
وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا يقاتلون لأنه شعار ظاهر. فصل. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونا خبيرا بالوقت متبرعا، ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال مستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة وقاعدا أو مضطجعا ومحدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها. والكراهة في الجنب أشد من المحدث، وكراهة الإقامة أشد. فصل. لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيهما الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين. وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، وإذا جمع بين صلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف، ثم منها ما يستحب أن يقول عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي بها في التراويح دون الجنازة. فصل. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت. واختلف في الوقت الذي يجوز فيه الأذان لها، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول. فصل. وتقيم المرأة والخنث المشكل ولا يؤذنان، لأنهما منهيان عن الصوت، عن رفع الصوت. باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله: إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة منها: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. وقيل يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم. ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها. ويقول عقب قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله: أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول: رضيت بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا. فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته. ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة. قال: من أمور الآخرة والدنيا. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. البخاري، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم
صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد، رواه مسلم في صحيحه. روينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه. وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول: حي على الفلاح، قال: اللهم اجعلنا مفلحين. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا سمع المؤذن كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة. فصل: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي، فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته. وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه. فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غير ذلك، فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه، لأن الإجابة تفوت وما هو فيه لا يفوت غالبا، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. باب الدعاء بعد الأذان. روينا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات من جامعه قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود ولم يضعفه. وروينا في سنن أبي داود أيضاً في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. قلت: وفي بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر. باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. روينا في كتاب ابن السني عن ابن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن عمير رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه صلى ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار 3 مرات. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف. روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى. رواه النسائي وابن السني والبخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة. روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى 10 وهلليه 10 واحمديه 10 وكبريه 10 واستغفريه 10، فإنك إذا سبحت قال: هذا لي، وإذا هللت قال: هذا لي، وإذا حمدت قال: هذا لي، وإذا كبرت قال: هذا لي، وإذا استغفرت قال: قد فعلت. باب الدعاء عند الإقامة. قال: روى الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بإسناده حديثا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. كتاب الصلاة. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأسانيد أساتذتي ومشايخي حفظهم الله تعالى، إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتاب الأذكار قال: كتاب الصلاة. باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا،
وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها، وأحذف أدلة معظمها إيثاراً للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يعمل به، والله الموفق. باب تكبيرة الإحرام. اعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. واعلم أن لفظ التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين، فلو قال الله العظيم أو الله المتعالي أو الله أعظم أو أعز أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة تصح. ولو قال أكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا، وقال بعض أصحابنا تصح، كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح. واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض، وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب، فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر على العربية، وأما من لا يقدر فيصح ويجب عليه تعلم العربية، فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلى في المدة التي قصر فيها عن التعلم. واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، بل يقولها مدرجة مسرعة، وقيل تمد، والصواب الأول. وأما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها، وقيل لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته، لكن فاتته الفضيلة. واعلم أن محل المد هو بعد اللام من الله، ولا يمد في غيره. فصل. والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأمومون، ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه، فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد صلاته. وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من الله أو أشبع فتحة الباء من أكبر بحيث صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاة. اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان تشرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة، فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع منهما،
وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سنة، لو تركهن عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته، ولا يحرم عليه ولا يسجد للسهو إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، والله أعلم. باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام: اعلم أنه جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبده، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الباب أحاديث أخر، منها حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح بي سبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعة، وعن أنس مرفوعة، وكلها ضعيفة. قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه بإسناده عنه أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، والله أعلم. وروينا في سنن البيهقي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي إلى آخره. وهو حديث ضعيف، فإن الحارث الأعور متفق على ضعفه، وكان الشعبي يقول: الحارث كذاب، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث، فذكر العلماء فيه أجوبة، أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل
والأئمة بعده معناه: والشر لا يتقرب به إليك، والثاني: لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب، والثالث: لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه، كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها، والرابع: ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا، والله أعلم. فصل. هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا، وللإمام إذا أذن له المأمومون، فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم، بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف. واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، فلو تركه في الركعة الأولى عامدا أو ساهيا لم يفعله فيما بعدها لفوات محله، ولو فعله كان مكروها ولا تبطل صلاته، ولو تركه عقب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله فلا يأتي به، فلو أتى به لم تبطل صلاته، ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به، إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة فيشتغل بالفاتحة، فإنها آكد لأنها واجبة وهذا سنة. ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام، إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد، أحرم معه وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد. واختلف أصحابنا، يعني فقهاء الشافعية، واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصح أنه لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف. واعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، ولو تركه لم يسجد للسهو، والسنة فيه الإسرار، فلو جهر به كان مكروها ولا تبطل صلاته. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، وهو مقدمة للقراءة، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. فصل. اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأثم ولم تبطل صلاته، سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بالإجماع أيضا.
فصل. واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف. من أصحابنا من قال يسر، وقال الجمهور للشافعية في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإسرار، وهو نصه في الأم، والثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. ومنهم من قال قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر. والصحيح من حيث الجملة الجهر، وصححه الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا، وهو المختار، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.